نحسب دلوقتي بقى الماكسيمم كومبريسيف سترينث بعد ما حسبنا الماكسيمم تنسايل سترينث. طيب مبدئيا دلوقتي الكومبريسيف سترينث عشان احسبه، عشان احسب الكومبريسيف سترينث محتاج اعرف الالاوبل سترينث بتاع مين، بتاع الكومبريشن. فاحنا عارفين ان هو ديبند على ايه؟ على السلندرنس ريشيو. فالسلندرنس ريشيو دي هي عباره عن اللمده. فانا علشان اجيب الكومبريسيف سترينث اجيب اللمده ماكسيمم. اول حاجه تعالى نجيب اللمده ماكسيمم كده. احنا اصلا بنحسب اللمده ماكسيمم من الاول، هي دي اللي انا بجيب عليها الالاوبل. تمام، اللمده ماكسيمم هنا عباره عن ايه؟ هاخد ال الاطول لينس عندي. انا عندي ال ان بلين ب 150 وال اوت اوف بلين ب 200، طبعا هاخد ال 200 على الايه؟ على المينيمم ريديوس اوف فاريشن اللي هو اي في. وعلشان اجيب الاي في ده بجيبه ازاي؟ بجيب الايه؟ الانرشيا اي في على الاريا، جذر الاي في على الاريا. طيب ما هو الاي في انا عارف ان هو كام؟ ب 140، والاريا كام؟ ب 25.4. لو انا عملت بقى الكد على ده يطلع لي 2.3 4.8 سنتيمتر. بكده كده جبت الاي في، جبت الاي في، وكمان جبت الايه؟ ال ان ماكسيمم معايا. اقدر اجيب هنا اللاندا ماكسيمم، اقدر اجيب ال ان ماكسيمم عباره عن ايه؟ 200. ولسه جايب الاي في 2.378، طبعا دي 200 على الرقم اللي احنا لسه جايبينه، يطلع معايا 85.19. طبعا دي يونتس ان هي عباره عن لينس على او على حاجه سنتي على حاجه بالسنتي. كده جبت اللمده ماكسيمم. اقدر اجيب هنا مين بقى؟ الاف كومبريشن الاوبل. عباره عن ايه ده بقى؟ ده عباره عن ما دام الرقم ده اقل من 180 فاوكي. تمام، وهو كمان اقل من ايه؟ من 100. يبقى ساعتها الاوبل ستريس بقى هيبقى عباره عن ايه؟ هيبقى عبارة عن ايه؟ 1.4 minus 0.00065. طب لو كان اكبر من 100، لو كان اكبر من 100 ساعتها هيبقى ايه؟ 7500 على لندا تربيع. انما ده ايه؟ هيبقى هو ده الالاوبل بتاعه، اجيبه من هنا. طيب يبقى هنا على طول ده هعوض فيه، هعوض في القانون ده، تعالوا كده نعوض فيه. 1.4 ماينس 0.00665 لندا عباره عن 85.19 الكل تربيع، يطلع معايا 1.4 ناقص افتح قوس بقى 0.00004.65 في اللي انا لسه جايبه ده تربيع، يطلع معايا الاول 0.93 او 9.28 طن كل سنتيمتر ايه؟ سكوير. بعد ما جبت ال اف سي الاوبل نقدر نحسب الديزاين فورس، لان احنا عارفين ان الاريا، طبعا احنا من هنا في الكومبريشن بنقول اريا جروس، لان انا بعتبر ان المسمار البولتد اللي هي الجزء المسمار كمان بيساعد ان هو ينقل الايه؟ الضغط. طيب يبقى اريا جروس عباره عن ايه؟ ديزاين فورس على الاف سي الاوبل. عشان احسب من هنا الديزاين فورس، فالديزاين فورس عباره عن ال اف سي الاول مضروبه ملتبلاي مين؟ الاريا كروس. طيب نضرب بقى ده في ده، فانا دلوقتي عارف ان ده عباره عن ايه؟ 0.928 تايمز مين؟ الاريا كروس اللي هي عباره عن 25.4. هيطلع هنا على طول معايا ان الديزاين فورس اللي هو نفسه مين؟ الماكسيمم كومبريسيف سترينث عباره عن كام بقى؟ هذا الرقم ده 25.4 يطلع معايا 23.6 طن. يبقى هو ده مين؟ هو ده الماكسيمم كومبريسيف سترينث. طيب